مساء الخير وأهلا بكم إلى النشرة المسائية المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. عرسال قضية الوطن والجيش اللبناني عمادها الذي يتعرض لأشرس هجمة مخطط لها من قوى الإرهاب، وإذ تحضر التطورات الميدانية في عرسال والجهود المبذولة لضبط الأوضاع الأمنية في اجتماع أمني وزاري موسع يعقد في السراي الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام، أعلن قائد الجيش العماد جان أهوجي في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم أن 10 شهداء سقطوا للجيش اللبناني في المواجهات المستمرة مع الإرهابيين، إضافة إلى إصابة 25 جنديا من بينهم 4 ضباط، كاشفا أن الموقوف جمعة اعترف بالتخطيط لعملية واسعة ضد الجيش اللبناني. الالتفاف حول الجيش بات عنوانا سياسيا تكرر على لسان أكثر من مسؤول وانطلق من أكثر من منطقة تحت شعار أن الخطر على لبنان آت ومواجهته لا تكون إلا بدعم الجيش في مواجهة داعش ودعم الاعتدال السني، كما قال النائب جنبلاط، وبوعي المسؤولين لمسؤولياتهم في توفير الغطاء للجيش وتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وفق ما رأى البطريرك الراعي. وفيما عمليات الكر والفر تواصلت الليلة بين نخبة ضباط وعناصر الجيش والداعشيين الذين اتخذوا من أهالي عرسال متاريس بشرية وأطلقوا النار على الذين حاولوا مغادرة البلدة باتجاه مناطق أكثر أمانا، استخدم الجيش اللبناني تعزيزات مساء واستعاد بعض النقاط التي كانت المجموعات المسلحة قد سيطرت عليها، فيما يعمل الصليب الأحمر على إخلاء الجرحى من المدنيين الذين رفضوا الامتثال للمسلحين الإرهابيين. إذن المواجهة مفتوحة إلى حين دحر المسلحين وانسحابهم خارج الأراضي اللبنانية، هذا ما تشي به المواقف والتطورات. أما عن ما يتوقع أن تشهده الساعات القليلة المقبلة فنطلع على تفاصيله من الزميل وسيم عرابي الذي واكب ميدانيا التطورات ساعة بساعة. وسيم، وسيم، هل تسمعني؟ يبدو أن الاتصال لم يجهز. إذن قائد الجيش العماد جان أهوجي حذر من أن أي تفلت أمني ينذر بخطورة كبيرة، كاشفا أن اعترافات جمعة تفيد بتحضيره لعملية تستهدف الجيش اللبناني. من أجل الشهداء الذين سقطوا من الجيش والمواطنين والجرحى والمفقودين، فصل قائد الجيش العماد جان قهوجي العملية التي تعرض لها الجيش في عرسال، مشيرا إلى أن الهجوم كان محضرا وأن الجيش قام برد سريع منفذا عملية نوعية. قبض الجيش صباح أمس على أحد أخطر المطلوبين، هو المدعو عماد أحمد جمعة، وفجأة بدأت التجمعات لأعداد كبيرة وضخمة من المسلحين اللي شنوا هجوم واسع على كل المراكز الأمنية المتقدمة والأمامية للجيش. كان الهجوم محضر بدقة لأنه المسلحين حاولوا تطويق كل المراكز من كافة الجهات وبأعداد كبيرة، بس الجيش قام برد سريع ومباشر ونفذ عملية هجومية لفك الطوق عن المراكز. نجحنا بحماية موقع المصيدة ووادي حميد، وللأسف سقطلنا مركز تلة الحصن. اليوم العمليات مستمرة لاسترداد الموقع ومحاربة الإرهابيين المنتشرين بالمنطقة. سقط للجيش 10 شهداء و25 جريح بينهم 4 ضباط، وفقدنا بالمعركة 13 جندي هن بأعداد المفقودين يمكن يكونوا أسرى لدى التنظيمات الإرهابية. قهوجي نفى أن تكون هذه العملية بدأت لأن الجيش أوقف المطلوب عماد أحمد جمعة. إنه اللي حصل أخطر بكتير من اللي البعض بيعتقد، لأنه الموقوف جمعة اعترف إنه كان عم يخطط لتنفيذ عملية واسعة على المراكز والمواقع التابعة للجيش، وإنه هو كان عم يعمل جولة ليحط اللمسات الأخيرة على العملية، ومش صحيح إنه العملية بدأت لأنه الجيش أوقف المطلوب. ها
هيدي الهجمة الإرهابية اللي حصلت أمس ما كانت هجمة بالصدفة وما كانت بنساعتها، بل كانت محضرة سلفا من وقت طويل بانتظار الوقت المناسب واللي هو كان خلال هال 48 ساعة. من خلال والشي ظهر من خلال سرعة تحرك الإرهابيين لتطويق المراكز والانقضاض على المواقع واحتلالها وخطف العسكريين. العماد قهوجي لفت إلى أن العناصر المسلحة غريبة عن لبنان وتضم جنسيات مختلفة وآتية من خارج الحدود، مشددا على ضرورة معالجة الوضع الأمني للنازحين. قدام هالخطر الكبير يلي عم بيهدد الوطن بكيانه وباستقلاله ووحدته ووجوده، واللي بعض عم بيحاول أنه يقلل من أهميته، نحن كجيش منأكد إننا جاهزين لمواجهة كل الحركات التكفيرية اللي ممكن تستفيد من اللي عم يجرى في منطقة عرسال وتعمل شيء مماثل بأي منطقة أخرى، لأنه الخوف أنه يحاول البعض نقل السيناريو اللي حصل على الحدود العراقية السورية ويدخل لبنان ويدخل لبنان بالحرب السورية بشكل مباشر. الجيش ما رح يسمح بأن تنتقل هاي الحالة إلى لبنان. الخوف الكبير للجميع اليوم مش منتبهين له هو أن ينتقل عنصر المباغتة من مكان إلى آخر، وعندها رح تكون تداعياته أكثر خطورة ومصير البلد بده يكون بوقتها أكثر على المحق. وختم قهوجي مؤتمره الصحفي بدعوة المسؤولين للتنبه. ندعو جميع المسؤولين السياسيين والروحيين إلى التنبه مما يرسم للبنان ومن الآتي علينا، لأن أي تفلت في أي منطقة، والكل بيعرف كيف تتداخل المناطق والبلدات، بينذر بخطورة كبيرة لأنه بيصير عرضة للانتشار، وما راح تكون كل الجغرافيا اللبنانية بعيدة عن هذا الخطر، لأنه اللي حصل بال24 ساعة وبعده عم بيحصل ضد الجيش في منطقة عرسال أو بجرد عرسال بيطال جميع اللبنانيين وجميع المناطق. من جهة أخرى، زار السفير الأمريكي ديفيد هيل العماد قهوجي مبديا دعم بلاده للمؤسسة العسكرية اللبنانية بمواجهة الإرهاب. إذن معنا الزميل وسيم عرابي في اتصال هاتفي من عرسال، والذي واكب تطورات طيلة هذا اليوم ساعة بساعة. وسيم؟ نعم كاتيا. إذن يعني كما بات معلوما أن الاشتباكات التي احتدمت في هذه الساعات الماضية، احتدمت هذه الاشتباكات بين الجيش أو بالأحرى الجيش، يعني وكأنه استشرس بالرد على هذه المجموعات المسلحة الإرهابية واتخذ يعني وجاءته تعليمات بالرد بحزم وبقوة أكثر على هذه المجموعات للقضاء عليها. طبعا بعدما كانت هذه المجموعات استولت على سكنة المهنية في بلدة عرسال، استعاد الجيش السيطرة على هذه البلدة، وخلال هذه العملية خلال استعادة السيطرة على السكنة طبعا أرد العديد عدد كبير من المسلحين قتلى وجرحى، وهو يلاحق الفارين في محيط هذه السكنة. الصليب الأحمر اللبناني كاتيا طبعا يلقى صعوبة بالدخول، كان في منذ بعض الوقت بالدخول إلى بلدة عرسال لإجلاء المدنيين والمدنيين الجرحى والضحايا، ولكن منذ بعض الوقت تمكن الصليب الأحمر من الدخول لإجلاء هؤلاء المدنيين الذين طبعا سقطوا جراء عدم خضوعهم أو رفضهم للانسياق لأوامر أو لطلبات هذه المجموعات المسلحة. إذن هذا الذي حصل في هذه الساعات الأخيرة يلخص بشكل يعني يلخص إجمالا ما بدأ أو ما شرع به الجيش منذ بداية العملية وحتى اليوم، أي منذ الأمس وحتى اليوم. هناك إصرار لدى الجيش بالمضي في هذه العملية حتى آخر يعني آخر حتى النهاية للقضاء على هذه المجموعات المسلحة وإعادة طردها إلى خارج لبنان ودحرها في أيضا في مراكزها. طبعا هذه المجموعات هي
تستهدف مراكز الجيش تطلق عليها القذائف بمختلف الأنواع، إن كان الأسلحة الثقيلة الخفيفة والثقيلة والرشاشات قذائف الهون. الجيش يرد على وانصدر النيران بقوة وبحزم، وقد طبعا يعني لا تراجع، يعني تأكيد على أن لا تراجع عن هذا الموضوع. بالنسبة لقوى الأمن الداخلي كاتيا، المحتجزين لدى يعني المحتجزين لدى جبهة النصرة في منزل مصطفى الحجيري هم ما زالوا محتجزين، وحتى الآن يعني لا معلومات كثيرة عن هذا الموضوع سوى أنهم بخير، وأن مصطفى حجيري قال أنهم بأمانته، وأيضا قال أنه مهدد من قبل جبهة النصرة، ولكنه طبعا معلومات كما تفيد منذ البداية بأنه يقوم بعملية التفاوض من أجل إفراج التفاوض مع الجهات يعني الجهات المعنية من أجل إفراج عن الذي قبضت عليه الجيش قبض عليه الجيش بالأمس، هو عماد جمعة، وهو الذي اعترف بانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة، والذي أيضا يعني بايع داعش قبل أيام. إذن الاشتباكات ما زالت مستمرة، هناك إصرار على المضي من قبل الجيش بهذه العملية حتى النهاية، وبالتالي يعني وتيرة الاشتباكات إلى مزيد من التصعيد. كاتيا، نعم، شكرا لك الزميل وسيم عرابي، حدثنا من عرسال. من هو أبو أحمد جمعة الذي أشعل توقيفه عرسال؟ الإرهابي عماد جمعة الملقب بأبو أحمد جمعة والذي تمكن الجيش اللبناني من توقيفه هو سوري الجنسية من مدينة القصير في ريف حمص، انضم إلى صفوف التنظيمات الإسلامية الأصولية لاسيما جبهة النصرة، وعين قائدا فيما يسمى لواء فجر الإسلام في حمص. وبعد إعلان داعش الخلافة أعلن جمعة منذ أيام ولاءه للمدعو البغدادي، وفر من القصير بعد سيطرة الجيش السوري عليها، وانتقل إلى منطقة القلمون وإلى تخوم جرود عرسال، وكان يقوم في عرسال بمهمة استطلاعية تمهيدا للقيام بعملية إرهابية تستهدف مراكز عسكرية للجيش اللبناني في عرسال. أحد عناصر النصرة في البلدة الذي عرف عن نفسه باسم أبو زيد توعد في حديث لصحيفة الشرق الأوسط بمزيد من الهجمات ضد الجيش اللبناني ما لم يطلق الموقوف جمعة. أبو زيد وهو سوري الجنسية أيضا أضاف أن الخطة الأمنية التي بدأت السلطات اللبنانية تنفيذها منذ أشهر لم تثمر، قائلا إننا ننتقل بسهولة عبر الحدود التي تحولت إلى معابر لنقل الجرحى والمسلحين. وأضاف المدعو أبو زيد أن الموقوف جمعة يشغل منصب أمير الدولة في لبنان على حد قوله، وأنها ليست المرة الأولى التي يقصد فيها عرسال، إذ كان يتردد إلى البلدة مرات عدة في الشهر وينام في مخيمات النازحين السوريين. وأضاف المدعو أبو زيد أن عملية توقيف جمعة حصلت بعد اشتباكات في بلدة الجبة السورية ووقوع إصابات في صفوف المقاتلين، حيث اضطر جمعة إلى التوجه إلى عرسال قبل أن يتم توقيفه عند حاجز للجيش اللبناني. في السراي الحكومية وعشية الجلسة الاستثنائية المقررة غدا لمجلس الوزراء، تدابير ومقررات وتثبيت للمواقف الداعمة للجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب. للاطلاع على التفاصيل ننتقل إلى هناك مع الزميلة دينا رمضان. دينا؟ نعم كاتيا، اجتماع أمني وزاري استثنائي في السراي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام منعقد منذ 6:30، وهو يبحث في التطورات الأمنية الخطيرة في عرسال والعملية العسكرية الواسعة النطاق التي يقوم بها الجيش اللبناني، وأيضا ما يتعرض له الجيش اللبناني من قبل المسلحين، من قبل اعتداءات قوية من المسلحين على الجيش اللبناني وسقوط عدد من الإصابات بين شهداء وجرحى للجيش اللبناني. هذا الاجتماع سيبحث في دعم الجيش اللبناني وكيفية تعزيز قدرات هذا الجيش اللبناني وتأمين الغطاء السياسي الكامل والواسع، وهو أيضا معطى له سابقا، ولكن التأكيد أيضا وأيضا على الغطاء السياسي الكامل للجيش اللبناني. الاجتماع يحضره إلى طبعا الرئيس الحكومة الذي يرأس هذا الاجتماع، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، وزراء الداخلية نهاد المشنوق، العدل أشرف ريفي، اللواء أشرف ريفي، والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، إلى إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية يتقدمهم قائد الجيش العماد جان قهوجي، وأيضا مدعي عام التمييز القادم
القاضي سمير حمود، ونحن ننتظر في ختام هذا الاجتماع بيان. لا نعلم إذا كان هذا البيان فقط بيان مكتوب يوزع على الإعلاميين أو أن أحد من الوزراء، من المرجح أن يكون، من المرجح أقول أنه يمكن أن يكون وزير الدفاع سمير مقبل الذي يتلو هذا البيان. إذا نحن في انتظار هذا البيان لمعرفة ما هي مجريات هذا الاجتماع، وسنكون معكم مباشرة على الهواء فور ورود أي جديد لدينا. كاتيا. نعم شكرا دينا، طبعا سنكون معك فور ورود أي جديد. ضريبة دم يدفعها الجيش اللبناني دفاعا عن الوطن ومنطقة عكار، الخزان البشري للمؤسسات العسكرية كان لها نصيبها هذه المرة أيضا في شرف التضحية، وجثامين الشهداء وصلت عصرا لبلداتهم وعصرا نفذ الأهالي مسيرة دعم للجيش اللبناني. منذر المرعبه. خيم الحزن في عكار استنكارا باستشهاد عدد من أبنائها في صفوف الجيش اللبناني بمواجهة المجموعات الإرهابية في عرسال. بلدتا مشط حمود وجادة القيطع في عكار تكللتا بالسواد والأعلام اللبنانية وأقواس النصر ورايات الجيش اللبناني في وداع أبنائهما. منازل الشهداء تحولت إلى مزار للتضامن مع الجيش ودوره الوطني، فامتزجت الدموع بالمشاعر الوطنية. إن شاء الله لا يضربوا ولا يضربوا. ليست المرة الأولى التي تحتضن عكار أبطالها الشهداء في الجيش اللبناني، وستبقى عكار البيئة الحاضنة للمؤسسة العسكرية. منذر المرعب عكار، تلفزيون لبنان. الجيش اللبناني نعى 9 من شهدائه الأبطال في مواجهات عرسال ووزع نبذة عن حياتهم. نعت قيادة الجيش مديرية التوجيه العسكريين الذين استشهدوا في الاشتباكات التي خاضها الجيش اللبناني ضد المجموعات الإرهابية في منطقة عرسال، وهم العريف الشهيد إبراهيم محمد العموري مواليد 1984 قب الياس قضاء زحلة عازب، العريف الشهيد وليد نسيم المجدلاني مواليد 1987 عين كفر زبد قضاء زحلة متأهل وله ولد، العريف الشهيد نادر حسن يوسف من مواليد 1981 مشط حمود قضاء عكار، العريف الشهيد عمر وليد نحيلي مواليد 1991 لقبيات قضاء عكار عازب، العريف الشهيد جعفر حسن نصر الدين مواليد 1986 العين قضاء بعلبك عازب، الجندي الشهيد حسين علي حمية مواليد 1994 طارية قضاء بعلبك عازب، المجند الشهيد خلدون رؤوف حمود مواليد 1995 العقبة قضاء رشية عازب، المجند الشهيد حسن وليد محي الدين مواليد 1952 الفكهة قضاء بعلبك عازب، والمجند الشهيد محمد علي العجل مواليد 1993 جديد القيطع قضاء عكار عازب. النائب وليد جنبلاط أكد أن الوطن بخطر من الإرهاب، وقال ليس صحيحا أن تدخل حزب الله في سوريا استحضر داعش إلى لبنان. معركة الجيش ضد الإرهاب عنونت جولة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في منطقتي دير قوبل وشويفات، حيث شدد على مهمة واحدة لكل مكونات الوطن هي مهمة التضامن مع جيشنا الباسل فوق كل خلاف داخلي أو نقاش عقيم وفوق كل اعتبار ضد الخطر الداعشي. ذكرت حضرتك داعش، جاي فكر المغلق التطرف، جاي الجراد، جاي الذي عم يهدم الكنائس والمساجد، جاي اللي عم يفجر حاله بالنساء والأطفال، جاي الخطر الكبير على كل الوطن اللبناني دون استثناء، دون تمييز بين مسيحي ومسلم. لذلك نحن بحاجة إلى التعاون، إلى التعاون مع الشيخ سعد الحريري الممثل، ممثل التيار الاعتدالي الإسلامي العظيم السني، مع رئيس بري ما في مشكل وهو أيضا من طليعة ممثلين هذا الطيار، مع السيد حسن اللي شفته من أسبوع وأنا أخذت المبادرة ورحت شفته لأنه شفته من خطر مشترك علي وعلينا. جنبلاط شدد على وجوب الاستشهاد اليوم لحماية لبنان ودعما للجيش اللبناني في وجه الفكر الظلامي
قائلا: صفحت حافظ الأسد يومها وأنا أعلم أنه قاتل كما الجنبلاط، وكنت مرتاحا ولم أشعر بالذنب لأن وحدتنا الوطنية والشعب السوري أهم. قائلا للوفود الشعبية: كلامي قد لا يعجبكم، ولكن فكروا بما قلت، إنه لمصلحتكم. في المواقف أيضا أعرب حزب الله عن دعمه الكامل للمؤسسة العسكرية وتأييده لدورها في مواجهة الاعتداءات الإرهابية، معلنا الوقوف صفا واحدا إلى جانب الجيش في مواجهة المخاطر المحدقة ببلدنا والتي تتهدد وحدته وسيادته واستقراره. دعا وزير العدل اللواء أشرف ريفي الجميع للجلوس إلى طاولة واحدة للخروج من المحنة، مشددا في تصريحات صحفية على أن أهل طرابلس متمسكون بخطتهم الأمنية وبالهدوء والاستقرار، وأضاف: الرهان لا زال على الدولة اللبنانية والمؤسسات العسكرية والأمنية التي نلتف حولها ونؤازرها من أجل حماية هذا البلد والعيش المشترك والتنوع والاستقرار والأمن. بعد الفاصل تجدد الاشتباكات في ليبيا واليوم 27 للجرف الصامد. في اليوم 27 للجرف الصامد استهداف مدرسة للإنروا والجيش الإسرائيلي يسحب بعض قواته من غزة ووفد من حماس في القاهرة. في اليوم 27 للجرف الصامد لا تزال العملية العسكرية مستمرة، وبدأ الجيش الإسرائيلي سحب بعض قواته البرية من قطاع غزة وإعادة نشر قوات أخرى واتخاذ مواقع جديدة. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل الجندي الذي اعتبر مفقودا منذ الجمعة فيما كان يشارك في القتال في القطاع، وأشار بيان عسكري إسرائيلي إلى أن لجنة خاصة يترأسها كبير حاخامي الجيش أعلنت وفاة الضابط في سلاح المشاة هدار جولدن الذي قتل خلال المعارك الجمعة في القطاع. وبإعلان مقتل جولدن يكون الجيش الإسرائيلي قد خسر 64 من جنوده منذ بدئه الهجوم على قطاع غزة في 8 تموز. من جانبها ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات تحريضية ضد الفصائل الفلسطينية، تحديدا حركة حماس على مناطق شمال قطاع غزة، وكتب على المنشورات أن كل أفراد حركة حماس وباقي التنظيمات الإرهابية غير آمنين. في هذا الوقت تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق القطاع وخصوصا في الجنوب والشمال، وأسفرت عن استشهاد 34 فلسطينيا في غارات جديدة بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة. وللمرة الثالثة منذ بدء الحملة على غزة قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إنروا، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات. وبذلك يرتفع عدد الضحايا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى 1830 شهيدا على الأقل وأكثر من 9000 جريح بحسب وزارة الصحة. ورغم تواصل التطورات العسكرية التي عقدت المساعي لإقرار تهدئة جديدة، وصل إلى القاهرة وفد من حركة حماس الفلسطينية قادما من الدوحة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة التي تعقد بالقاهرة في وقت لاحق. بدوره الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل بوقف هجومها ضد غزة والتجاوب مع المبادرة المصرية. أما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل فأكد أن الحركة لم ولن توافق على اتفاق هدنة يقر بوجود قوات إسرائيلية في غزة وبتدميرها الأنفاق. في المقابل أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن العملية العسكرية البرية في قطاع غزة لم تنتهي، مشيرا إلى أن الساعات 48 المقبلة ستكون حاسمة. في المواقف اتهمت حركة حماس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون أنه شريك إسرائيل في المجزرة بعد غارة إسرائيلية جديدة على مدرسة تابعة لوكالة الأونروا. تزامنا اعتبر بان أن الهجوم على مدرسة في غزة عار أخلاقي وعمل إجرامي داعيا لمحاسبة المسؤولين. إلى ذلك دعا وزير الخارجية الصيني إسرائيل وحماس إلى وقف القتال المستمر، كما طالب الاتحاد الأوروبي بالوقف الفوري لحمام الدم الناجم عن العملية الإسرائيلية. وفي واشنطن
نظمت تظاهرة حاشدة أمام البيت الأبيض للتنديد بالدعم الأمريكي لإسرائيل والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي ليبيا أيضا قتلى بتجدد اشتباكات مطار طرابلس. قتل 22 شخصا في اشتباكات دارت بين الميليشيات التي تقاتل من أجل السيطرة على المطار الدولي في طرابلس، حسب ما قالت الحكومة الليبية المؤقتة، والتي قالت في بيان إن مجموعات مدججة بالسلاح قصفت أهدافا مدنية، الأمر الذي عرض حياة آلاف المدنيين للخطر وشرد مئات الأسر. القتلى هم الأحدث في قتال أودى بحياة أكثر من 200 شخص في الأسابيع الأخيرة، حيث تشهد ليبيا أسوأ موجة من العنف منذ احتجاجات عام 2011 والتي أطاحت بمعمر القذافي، حيث يقود مسلحون من مدينة مصراتة الساحلية هجوما على المطار سعيا لانتزاع السيطرة عليه من ميليشيات من بلدة الزنتان الجبلية. وكانت الاشتباكات قد أدت إلى نشوب حريق هائل في خزانات للوقود في طرابلس استغرق أياما من أجل السيطرة عليه. النائب إبراهيم كنعان رأى أن الجيش اليوم يدفع ثمن مواقف سياسية أطلقها البعض، متهما الرئيس السنيورة بعرقلة ملف السلسلة ومطالبا الدول العربية الكبرى بمبادرة لوقف العنف. ما يجري اليوم في عرسال ضد الجيش اللبناني نتيجة طبيعية لفشل السلطة الدستورية، فاللبنانيون بحسب النائب إبراهيم كنعان لن يستطيعوا حل مشاكلهم من دون إصلاح كامل، معتبرا أن ملف النزوح السوري يهدد كل لبنان والجيش اللبناني هو من يدفع الثمن. نتيجة فشل السلطة الدستورية بقيام بواجباتها الوطنية، اليوم الجيش هو على تماس مع كل هذا الخطر، الجيش بأفراده بضباطه عم يدفع الثمن غالي مثل ما دفعوا سابقا بعكار وبعبرة وبغيرها من المناطق اللبنانية، يتحمل مسؤولية كل من أطلق موقف ضد يلي كنا عم نقوله، مش بس بملف النزوح، بملف النزوح وبملف قانون الانتخاب وبملف السلطة السياسية وتكوينها وبكل الملفات الأخرى، الإصلاح المالي وغيره، هو يتحمل مسؤولية اللي عم يحصل اليوم. وفيما خص سلسلة الرتب والرواتب، أوضح كنعان أن السمسرة في السياسة غير مقبولة، واللقاءات الأخيرة عبارة عن مسرحية، لأن المشكلة التقنية محلولة ويجب الفصل بين السياسة وملف السلسلة ومصير الطلاب. ملف أشبع درسا انتهينا، اللي ما عم يمشي فيه اليوم وتحديدا الرئيس فؤاد السنيورة ليه خلفيات أخرى وأعلنها أصلا. رئيس السنيورة مش مخبى، الشيء الحلو اللي فيه انه بيقول اللي براسه. طيب. وقال انه انا بدي سلم مالية متكاملة. تخيل شو بدك تسلم مالية متكاملة؟ هذا ملف حقوق اجتماعي، هيداك اسمه ملف محاسبة، هيداك اسمه ملف انفاق. بفوت الواحد اليوم اذا في ملف منجز وفي تفاهم عليه منخلصه ومننتقل الى ملف الاخر. خلى الحكومة كلها تاخد قرار، هل بدكن تكفوا بهذا المنطق يلي مشين فيه؟ او انتوا بدكم تروحوا الى افادات او بدكم تروحوا انه تصحوا. خلى الحكومه كلها تتحمل مسؤوليه، هاي مش مسؤوليه وزير وحده. وردا على موقف العاهل السعودي، النائب كنعان طالب الدول العربيه الكبرى بمبادره فعليه، لان ادانه الارهاب لا تكفي، فعليها الحضور ميدانيا لمنع تهجير المسيحيين من الموصل ووقف الحرب في غزه ووقف معاناه الشعب العربي. أن أبا محمد الحجار حمل الفريق الآخر مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية، مطالبا الفريق الآخر عدم المزايدة بملف السلسلة. أن أبا محمد الحجار وصف موقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالطبيعي بالرغم من أهميته وتوقيته وإطلاقه، متمنيا أن تكون هناك متابعة لهذا الموقف وأن يكون هناك تحرك للمجتمع الدولي للتخلي عن هذا الصمت المريب والمخيف والخطير لما يحصل في غزة والموصل. أهم بكل هذا الموقف يعني هو أن يصار إلى متابعة له حتى نصل إلى تحقيق الأهداف التي من أجلها خدم الحرمين الشريفين. مشكورا أطلق هذا الموقف. وفيما خص الجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية، اعتبر الحجار أن حالة المراوحة سيدة الموقف وأن الطرف الآخر ما زال يصر على تعطيل الانتخاب وإحداث حالة من الفراغ على مستوى رأس الدولة في لبنان،
متخوفة من المخاطر التي ستلحق بالبلاد بحال استمرار الشغور في موقع الرئاسة. بالرغم من كل هذه المخاطر، هذا الطرف ما زال مصرًا على تعطيله، ضارب العرض الحائط كل المناشدات من كل الأطراف ومن كل المرجعيات إن كان السياسية أو الروحية، ربطًا بالتوجيهات وتنفيذًا بالأوامر التي تصله من الخارج للأسف. حجار أكد على التوافق على مجموعة نقاط بشأن ملف السلسلة، وشدد على ضرورة تجنب أي انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي في لبنان نتيجة إقرار هذه السلسلة، مطالبا الفريق الآخر عدم المزايدة بهذا الملف. للأسف هذه المقترحات أو هذه النقاط التي تم التوافق عليها والتي بحثت بإيجابية مطلقة من قبل الجميع وأخلاقت أجواء إيجابية في البلد، لم نحصل حتى الآن على أي رد عليها، وعلما أن هذا الأمر قد تجاوز المهلة اللي كانت تم التوافق عليها ليكون الرد. البطريرك الراعي أدان الاعتداء على الجيش اللبناني في عرسال، داعيا المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم وحماية المؤسسة العسكرية، ووزير الإعلام رمزي جريج الذي زاره في الديمان يؤكد أن المواقف متطابقة حول وجوب الالتفاف حول القوى الأمنية والجيش. ولكن قبل المتابعة ننتقل إلى السراي الحكومي مع الزميلة دينا رمضان للاطلاع على الاجتماع الأمني الذي على ما يبدو انتهى منذ لحظات. يلا يلا قلونا بس امتين لحظة يلا واحد يحكي داخل العرضون ضيعتونا. ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الكبير اجتماعا أمنيا استثنائيا لمتابعة التطورات الأخيرة في البقاع. حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، ووزير الداخلية نهاد مشنوء، ووزير العدل أشرف ريفي، ووزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، والمدعي العام التمييزي سمير حمود. كما حضر الاجتماع قائد الجيش العماد جاء أهوجي، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بسبوس، ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن إدمو فاضل، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان. عرض قادة المؤسسات والأجهزة الأمنية آخر المعطيات المتعلقة بالاعتداء على السيادة اللبنانية في بلدة عرسال وجوارها، والجهود التي يبذلها الجيش والقوى الأمنية للتصدي للمخطط الذي بدأ المسلحون الإرهابيون تنفيذه في المنطقة. واطلع المجتمعون على آخر ما توصلت إليه التحقيقات مع الموقوف عماد أحمد جمعة المنتمي إلى جبهة النصرة. كما استمع المجتمعون إلى عرض لملابسات عملية احتجاز عناصر قوى الأمن الداخلي في عرسال، وأوضح القادة الأمنيون أن الموقف في البلدة موقف داعم للجيش والقوى الأمنية، وأن المسلحين الذين خططوا للاعتداء على القوى الأمنية اللبنانية ونفذوه لم يتمكنوا من تأمين قاعدة تأييد ومساندة لهم داخل عرسال. كما أكدوا أن جهوزية وحداتهم كاملة، وأن التنسيق بين جميع المؤسسات والأجهزة يجري على مستوى عال. وتدارس المجتمعون احتياجات الجيش في المعركة التي يخوضها دفاعا عن السيادة اللبنانية. وأكد الرئيس سلام حرص الحكومة على عدم توفير أي جهد
لتأمين مستلزمات الجيش، مؤكداً أهمية الحفاظ على أعلى درجات الاستنفار واليقظة والتنسيق بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية. عملية طبيعة مستمرة. يعني هيدي بعد يعني بدها تاخذ وقتها لحتى يصير في الاخذ بالعطاء والتعاطي من القضايا هيدي. هلا بعده هيدي اذا بدنا نضل نسمع كل واحد شو بيقول وكل واحد شو بيخبر مبطل نخلص. اليوم الجيش اللبناني هو الوحيد يلي موجود في عرسال وهو الوحيد يلي عم بيحارب الإرهابية. كيف مثلا؟ ما تفكر يوم ما تفكر انه اليوم بيصير في اي اتفاق سياسي على حساب الجيش. الجيش صار ريح له هلا 10-12 قتيل و25 جريح وفي 13 واحد مفقودين، بقى ما رح يصير في اي تسويه على حساب الجيش. لا ما حكينا عن احداث طرابلس، ما حكينا الا بقضيه عرسال وقضيه الشبكات اللي عم بتصير بمنطقه عرسال وجرود عرسال. شكرا. نعود إلى نشاط الديمان حيث أدان البطريرك الراعي الاعتداء على الجيش اللبناني في عرسال. البطريرك الماروني الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي طلب بعقد مؤتمر وطني لحل أزماتنا، ودعا الكتل السياسية إلى التفاوض بشأن الشخص الأكفأ للوصول إلى سدات الرئاسة. وخلال قداس الأحد في الديمان لفت الراعي إلى استحالة السير من دون قائد سفينة. ألا تقتدي كل هذه الأوضاع الشاذة في البلاد وهذه الأحداث المؤلمة الخطرة التي بدأت تعصف على أرضنا، ألا تقتضي أن يتنادى المسؤولون عندنا والمجتمع المدني إلى عقد مؤتمر وطني يوحد الرؤية والصفوف من أجل حماية وطننا وشعبنا؟ لهذه الغاية نصلي، ومن أجل شهدائنا العسكريين والمدنيين نصلي لكي يجعل الله من دمائهم الزكية صرخة حق في ضمير المسؤولين اللبنانيين. الراعي لفت إلى دور المسيحيين في نشر الحقيقة والعدالة وإلى الحاجة لرجال سياسة يقاومون الظلم ويشهدون للقيم الإنجيلية. وزير المال علي حسن خليل دعا الحكومة إلى تأمين الغطاء السياسي والمعنوي وتقديم الإمكانيات المادية التي يحتاجها الجيش اللبناني للقيام بواجباته، منبها من أن البعض يحاول أن يكسر هيبته. الوزير خليل طالب بتطوير أداء الجيش بما يؤمن السلم الأهلي والاستقرار على أفضل وجه، معتبرا أنها مسؤولية الدولة والحكومة والشعب. ومن جهة ثانية أبدأ الوزير خليل حرصه على إقرار سلسلة الرتب والرواتب بما يضمن تأمين حقوق الموظفين والمعلمين والمستفيدين منها، وبما يحفظ حقوق الطلاب في عامهم الدراسي. وأعلن أنه سيوقع الثلاثاء المقبل مرسوم توزيع اعتماد البلديات من مخصصات الهاتف الخلوي وتقارب 600 مليار ليرة. شكرا للمتابعة. بيير وأنا نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.